حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة، فيها نستعرض لكم ملخص أخبار تقنية لهذا الأسبوع. بشكل رسمي إطلاق الشريحة المدمجة إيسم في المملكة العربية السعودية، الإعلان عن الآيفون SE الجديد بمعالج A13 بايونيك وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بكسل وشاشة بحجم 4.7 إنش. سامسونج ترن على الجهاز اللوحي جالاكسي تاب S6 لايت بشاشة بحجم 10.4 إنش مع قلم S Pen. ون بلس تكشف رسمياً عن الهاتفين ون بلس 8 وون بلس 8 برو. تعاون بين جوجل وأبل لعمل نظام تتبع المصابين بفيروس كورونا في الأندرويد والآي أو إس. خرائط أبل تعطي الأولوية للأغذية والخدمات الطبية في البحث لتسهيل عملية الوصول للمستخدمين. فيسبوك تضيف ميزة الوضع الصامت لتحديد وقت استخدام التطبيق. إضافة قسم خاص للأطفال في متجر جوجل بلاي وبتطبيقات معتمدة من المعلمين. شركة سوني تعلن عن مبادرة العب في المنزل بتوفير لعبتين مجانية لملاك بلايستيشن 4. وهذه كانت أبرز أخبار الأسبوع.